أهلا بكم، أنا جون صبحي وده أول فيديو لينا في قواعد سنة أولى ثانوي لـ2022. الفيديو ده هنتكلم فيه في قواعد يونت 1 ونشرحها كلها مع بعض، بس قبل ما نشرحها عايز دردش معاكم سريعا كده. اللي منكم شاف الفيديو ده اللي هو بتاع إزاي تقفل الإنجليزي هيبقى فاهم الكلام اللي أنا بقوله، اللي ما شافوش يبقى ياريت يدخلوا يشوفوا عشان مهم أوي أوي وهيفيدكم في طريقة المذاكرة السنة دي تمشي إزاي وتذاكر كل حاجة إزاي. في القناة هنا ان شاء الله وبداية من الفيديو ده هنشرح مع بعض بالطريقة اللي انا قلت عليها في الفيديو واكدت عليها انها افضل طريقة في مذاكرة القواعد ومذاكرة الانجليش بشكل عام، بس بما ان النهاردة هنشرح قواعد فانا هأكد لكم واركز لكم على الجزئية اللي انا اتكلمت فيها، وهي ان احنا اهم حاجة نفهم كويس القاعدة ونفهم استخدامات القاعدة وبعد كده نطبق على الجملة، ما نهتمش اكتر بحتة الكلمات الدالة والحاجات دي، لا نركز اكتر على المعنى العام. منهجنا ان شاء الله 6 وحدات ودول هنشرحهم وهنغطيهم بالكامل هنا على القناة من كلمات وقواعد. احنا بدأنا بالفعل بفيديو الكلمات، لو ما كنت شفته يبقى ادخل شوفه واحفظ الكلمات كويس وذاكر القواعد من الفيديو اللي احنا فيه ده. لو انت اول مرة تشوف القناة واول فيديو ليك ما تنساش تشترك وتشغل علامة الجرس علشان الفيديوهات اللي جاية هتبقى مفيدة جدا ليك وعشان تشوفها ما تفوتكش. اوكي خلينا نبطل رغي ونخلص ونبتدي على طول في الشرح بتاعنا. يونت 1 اللي عندنا المرة دي بتتكلم عن ازمنة الماضي البسيط والماضي المستمر، وهم دول اللي احنا هنشرحهم مع بعض. خلينا ما نضيعش وقت كتير ويلا بينا نبتدي مع بعض على طول في الشرح. يونت 1 بتتكلم عن الماضي البسيط والماضي المستمر، هم دول اللي هنشرحهم في فيديو النهار. هنبتدي اول حاجة بالباست سيمبل او الماضي البسيط. خلينا نتفق مع بعض على طريقة شرح ومذاكرة القواعد اللي هنمشي بيها طول السنة. اول حاجة انا هقولك القاعدة بتبقى تركيبتها عاملة ازاي، لو هو زمن زي كده او هو حاجة من الاستخدامات اللي هناخدها بعدين بشوف هي بتتكون ازاي. رقم 2 واهم حاجة الاستخدامات، امتى بستخدم كل زمن هناخده وامتى بستخدم كل قاعدة هناخدها عشان نبقى فاهمين واحنا بنحطها في الجملة احنا حطينا هنا دي ليه. مش هنهتم قوي بكلمات دالة ولا اللي هو لو شفت كلمة معينة اختار كذا ولا شفت حاجة معينة في الجملة اختار كذا، تمام؟ فده تعالوا نطبقه على اول حاجة عندنا اللي هو الباست سيمبل. اول حاجة الفورميشن بتاع الباست سيمبل او التكوين. بكون الباست سيمبل ازاي؟ احنا بناخد الباست سيمبل ده من زمان وعارفين كلنا ان هو بيتكون من التصريف التاني للفعل، صح؟ طبعا التصريف التاني بيختلف من فعل الفعل، في افعال تصريفاتها بتكون شبه الفعل نفسه بإضافة ED، ودول اللي بنسميهم regular verbs او افعال معتادة طبيعية ما فيهاش حاجة غريبة. في افعال تاني اللي هي irregular او الشاذة او اللي مش معتادة، دي بيكون كلمة مختلفة. يعني الفعل كمثلا زي فعل go ده شكله في التصريف الاول او المضارع بيبقى في الماضي البسيط went، تمام؟ الافعال irregular دي بتتحفظ حفظ، يعني بنعرف كل فعل تصريفه كذا بنحفظه حفظ. اما دي ببساطة بنضيف لها ED زي مثلا فعل play، لو قلت play يلعب بقى played في الماضي البسيط لعب. حلو؟ صح؟ مفيش مشكلة. يبقى اداء التركيبة بتاعته الـ ED مع اغلب الافعال وحفظ فعل جديد مع الافعال الشاذة. في افعال بدل ما بنحط لها ED ساعات بنحط لها D فقط. طب ليه؟ لان هي بتبقى منتهية بالاي فانت بتكتفي انك تحط لها دي بس، زي مثلا سموك كفعل معناها يدخن فهتبقى سموكد، هنضيف لها دي بس خلاص خلصت. في افعال تاني بقى بدل ما بتضيف اي دي بس بتضيف اي اي دي. طب ليه بنحط اي اي دي؟ دي بيبقى فعل منتهي بحرف واي فبنبدل الواي باي وبعدين نضيف الاي دي. طيب هل كل الافعال المنتهيه بواي؟ طب ما انت كاتب بلاي ومش محولها هنا. اقول لك لا، هو مش كل الافعال المنتهيه بواي بنحولها لاي، امال ايه؟ قال لي الشرط بتاعك ان واي دي يكون قبلها حرف ساكن مش متحرك. الحروف المتحركه اللي هي الاي والاي واليو والاي والاو،
لو ما لقيتش حرف من الخمسة دول اللي هم المتحركين، يبقى انت عندك حرف ساكن، يبقى ساعتها تحول الواي لاي وبعدها تحط الاي دي، زي مثلا cry يعني يعيط او يبكي، يبقى cried. فاهمين حاجة؟ ده الفرق بين play وبين cry. cry r ده ساكن، بعدها واي اتقلبت لاي اي دي. طيب تعالوا نشوف بقى الافعال الريجولار، تعالوا نحاول نفتكر كم فعل. في عندنا مثلا فعل do، عارفين do اللي هو يفعل، الماضي منه did، مظبوط. طيب في فعل زي eat، eat يعني ياكل، الماضي منه ate. swim، swim يعني يعوم، الماضي منها swam بالاي بدل الاي، وهكذا. هتلاقوا افعال كتير. ناخد بالنا برضو او نتفق على حاجه، مش ده مفيش داعي تكتب ورايا كل الكلام، هتلاقي في الفيديو تحت في الديسكريبشن مذكره فيها كل الكلام اللي انا قلته بامثله اكتر كمان، فانت ممكن تذاكر منها. ركز بس معايا في الشرح وافهم اللي انا عايز اقوله، وبعدين ما تشيلش هم المذاكره خالص، تمام؟ تعالوا نمسح السبوره وناخد اهم حاجه في الدرس اللي هي الاستخدامات بتاعه الزمن. تاني اهم حاجه عندي اللي هي استخدامات الزمن، ودي اللي احنا هنفكر فيها واحنا بنحل كل جمله، ونتاكد ان الجمله تابعه لاستخدام من الاستخدامات دي ولا لا، قبل ما نقول يلا نختار الماضي البسيط او اي زمن غيره. اول استخدام عندي في الماضي البسيط واهم استخدام هو حدث تم في وقت محدد في الماضي، ونركز كده في كل حتة متقالة في التعريف بتاعه. حدث تم في وقت محدد في الماضي، واهم حتة او اهم كلمة هي كلمة وقت محدد في الماضي دي، لان هي اللي بتفرقه ما بين ازمنة تاني هنبقى ناخدها في وقتها. يعني ايه حدث تم في وقت محدد في الماضي؟ يعني حاجة حصلت وبيقول لي في الجملة بتاعتي هي حصلت في الوقت الفلاني، خد بالك. زي لما اقول مثلا كده I lived in Aswan in 2002 مثلا، يبقى انا في الميعاد الفلاني اللي هو 2002 انا عشت في أسوان، خلاص الموضوع عنده. طيب حاجة تاني لما اقول مثلا yesterday I met اللي هي الماضي من meet my friend، انا قابلت صديقي امبارح، حلو كده، حصلت امبارح وحدد لي ان هو امبارح، انا عرفته وخلاص، فانا رحت كده لايه للماضي البسيط. طيب مثال كمان last week I watched، الماضي من watch، I watched a nice video، شاهدت فيديو حلو او فيديو لطيف. And I liked it، زي الحاجة اللي انت المفروض تعملها دلوقتي لو انت مستفيد من الفيديو، ما تنساش تبقى تعمل له لايك. فبيقول الاسبوع اللي فات انا اتفرجت على فيلم و liked it، عجبني او حبيته. طيب الجملة دي هتدخلني على الاستخدام رقم 2 للماضي البسيط، اللي هو لما احب اعمل سرد لاحداث حصلت في الماضي، او احداث قصة، او احداث متتالية، زي المثال الاخير كده بالظبط. ايه اللي حصل عندي؟ ان هو في الاول اتفرج على فيلم او على موفي او على فيديو وعجبه، دول حاجتين حصلوا ورا بعض، مش كده؟ لما بحب اوصف قصة او اسرد احداث قصة بستخدم فيها الماضي البسيط، او لما احب اقول ده حصل كذا وكذا 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 حدث حصلوا، وبتكلم في تتابع احداث حصلت، فبستخدم الماضي البسيط معهم كلهم وبريح دماغي. في بعدين لما ناخد الماضي التام بعدين هنعرف ان في لو هما حدثين اتنين، واحد قبل واحد وكده، ممكن نحط زمانين، بس في الاغلب او واللي ممكن يحصل يعني، او لو عندي كذا حدث بستعمل الماضي البسيط معهم كلهم وبريح دماغي. اديني مثال تاني على ده، لما مثلا اقول I met my father at the park yesterday، ماشي، انا قابلت والدي في البارك في المنتزه امبارح. then بعدها we went shopping
رحنا عملنا شوبينج بعدها. And we saw a movie. ورحنا اتفرجنا على فيلم في السينما. يبقى انا هنا بتكلم عن كذا حاجة حصلت امبارح. ممكن مثلا اجيب لكم yesterday دي في بداية الجملة ويبقى الكلام كله بعدها. يعني امبارح انا قابلت والدي في البارك، رحت قابلته برا، وبعدها ذهبنا عملنا شوبينج مع بعض، وبعدها رحنا اتفرجنا على فيلم في السينما. كده انا بعمل ايه؟ بعمل سرد الاحداث قصة. فاول زمن او اول استخدام واهم واحد حدث في وقت محدد. يعني لو شال لي in 2002 او شال yesterday او شال last week او شال اي حاجة بتعبر عن زمن محدد في الماضي، يبقى ما استخدمش الماضي البسيط. هكتب لكم مثال على الحتة دي عشان برضو مهم، عشان الناس ممكن تروح تحفظ in و yesterday وبتاع، ممكن يعمل الجملة بالشكل ده. When I was young I traveled abroad مثلا. كلمة when I was young لما كنت صغير دي عبرت عن الوقت المحدد في الماضي برضه. يعني دي كده كأنني كأني قلت في 2002 و2001 ولا اي حاجة. When I was young، ماشي؟ دول اول استخدامين، تعالوا نمسحهم ونشوف بعد كده الاستخدامات اللي بعدها. الاستخدام الثالث والاخير ان انا بستخدم الماضي البسيط علشان اتكلم عن عادة في الماضي. يعني ايه؟ يعني حاجة كنت متعود انها بتحصل او كان متعود انها بتحصل في الماضي ودلوقتي لا. زي لما اقول مثلا كده when I was young، فاكرين انا لسه كاتبها لكم في المثال اللي فات. هنا بقى اقول ايه؟ I ate breakfast every day. لما كنت صغير كنت باكل الفطار بتاعي كل يوم. بس انا هنا علشان بتكلم عن عادة في الماضي وانا صغير فاستعملت الماضي البسيط. ده كان بيحصل كنوع من الحاجة المعتادة او من العادة بتاعتي في الماضي. زي برضو لما اقول مثلا ايه؟ she wore اللي هو الماضي من wear يرتدي a dress to her first school. ونركز مع بعض او في الجملة دي. الجملة دي ما فيهاش كلمة دالة على الماضي. يعني الناس اللي بتحفظ كلمات دالة ويقعد يقول لك احفظ yesterday و last week و in سنة in سنة و in when I was young و ago ما عرفش ايه، احفظهم. لو لقيتهم في الجملة اختار ماضي بسيط. طيب الجملة دي لو انا شلت لك الفعل وقلت لك حلها، بصوا to her first school. first school يعني اول مدرسة راحتها. فانا فهمت من to her first school دي، يعني فهمت من معنى الجملة ان الكلام ده كان في الماضي وحصل وخلص. لما عرفت ان ده كان في الماضي وعرفت ان دي كده حاجة معادها محدد ودي كانت معتادة انها بتحصل، فانا رحت اخترت الماضي البسيط لان انا بعبر بيه عن عادة في الماضي من غير وجود اي كلمة دالة في الجملة. فهمتوا حاجة؟ وهنا جبت وور اللي هي الماضي من وير، يبقى المدرسة بتاعتهم كانت بتلبسهم فساتين. ما عرفش في مدرسة بتعمل كده ولا لا. المهم she wore a dress to her first school. وصلت؟ وور الماضي من وير، عادة في الماضي. في برضو هناخد بالتفصيل اللي هو used to، اعتاد على، هناخدها في نهاية الماضي بس شوية كده. لو قلت مثلا I used to smoke، انا اعتدت ان ادخن. معنى كده ان انا كنت متعود ادخن زمان ودلوقتي بطلت. I used to smoke مثلا when I was in high school. لما كنت في ثانوي كنت بدخن. سامعين؟ اوعى حد فيكم يعمل كده. I used to معناها كنت معتاد على فين في الماضي ودلوقتي بطلت. يبقى انا بستعمل الماضي البسيط في ثلاث حاجات: حدث تم في وقت محدد في الماضي، حدث كان عادة بتحصل في الماضي ودلوقتي بطلت، عادة يعني متكررة، واخر حاجة لما بحب اسرد احداث قصة. بمناسبة العادة المتكررة نفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع البسيط. المضارع البسيط بيعبر عن العادة في الحاضر،
ويقول لك دايما بيجي مع always و usually و sometimes. صح؟ بصوا كده طيب الجملة دي. When I was young I always rode my bicycle أو my bike. ورود الماضي من رايد، ماضي بسيط من رايد. هتقول لي في كلمة always وانت حطيت ماضي بسيط مش مضارع بسيط، هقول لك اه. الناس برضو حافظة ان always لا يبقى على طول ده خلاص مضارع بسيط، لا خد بالك. when I was young دي قالت لي ان الكلام ده كان في الماضي وانا صغير مش دلوقتي، يبقى دي عادة في الماضي، يبقى انا هستعمل معاها ماضي بسيط. هناخد دلوقتي النفي ازاي بنفي الماضي البسيط وازاي ببني للمجهول، ويبقى كده خلص كل حاجة تخص الماضي البسيط. الموضوع سهل جدا. مين فيكم فاكر النفي؟ يلا فكر كده لمدة 30 ثانية، اديك 30 ثانية على الشاشة تعد، وانت فكر وقول لي ايه هو الماضي البسيط النفي بتاعه بيتكون ازاي. اتمنى تكونوا كلكم جبتوها صح. النفي بتاع الماضي البسيط بيكون بي didn't زائد مصدر الفعل didn't وبعدها مصدر الفعل. طيب بصوا المثال ده كده. I played football yesterday. ماضي بسيط اهو صح. يلا ننفي بالقاعدة بتاعتنا. هروح أقول I didn't play football yesterday. صح كده؟ أنا لم ألعب football yesterday. بصوا المثال ده. I was at home yesterday. ها يلا انفي كده وقول لي النفي بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ ينفع اقول I didn't؟ طب تعال نجرب I didn't. بيجي ايه بعد I didn't؟ مصدر الفعل. فين الفعل؟ was صح؟ اللي هو ايه الفعل was ده؟ اللي هو verb to be. برافو عليك. يبقى I didn't be at home. هل عمرك قريت الجملة بالوضع ده؟ I didn't be at home yesterday؟ لا، عمرك ما قريتها بالشكل ده، لأن ده مش الطريقة المظبوطة للنفي بتاع verb to be. في بقى هنا القاعدة بتاعتنا هتشز في الحتة دي. didn't والمصدر مع كل الأفعال ما عدا verb to be. verb to be بيتنفي ببساطة جدا بأنك بتحط not بعد verb to be. يعني verb to be في الماضي دايما was or were. فأنت لو عندك I was at home يبقى I wasn't at home. I was معرفش happy I wasn't happy. لا وهكذا. فهمتوا حاجة؟ يبقى بنحط بس not. طيب بصوا على المثال ده. I never studied hard. كلها أمثلة بتوحي بتدل على الحاجات الوحشة وبدعوكم ان انتوا تعملوا حاجات وحشة، بس اوعى تعملوا كده. I never studied hard معناها ايه؟ عمري ما ذاكرت. مثبتة ولا منفية دي؟ منفية. برافو عليك صح. طيب هنا استعملت never من غير ما استعمل didn't، وخدوا بالكم ان جه بعد never التصريف الثاني عادي جدا. يبقى دي الحاله الثالثه او الشكل الثالث ان انا ممكن استعمل never واسيب جملتي بالتصريف بتاعها هو هو اللي هو التصريف الثاني للفعل. يبقى لا اما didn't والمصدر مع معظم الافعال، لا اما لو هو verb to be بحط له not واسكت، لا اما بحط never وبسيب الفعل بتاعي في الصوره التصريف الثاني بتاعته زي ما هي. سهلة؟ أعتقد مفيش حاجة صعبة في النفي. تعالوا نشوف مع بعض بعد كده إيه المبني للمجهول في الماضي البسيط بنعمله إزاي. هنتفق مع بعض على طريقة سهلة قوي نعمل بيها المبني للمجهول في كل الأزمنة، وده هيساعدكم دلوقتي والسنة دي وكل السنين اللي جاية كمان. الموضوع سهل جدا. إيه هو؟ قال لي أول حاجة تحط verb to be في زمن الجملة. أول حاجة في التركيبة verb to be في زمن الجملة. طيب وبعدين قال لي بعدها تحط التصريف الثالث من الفعل الأساسي. بس كده؟ اه دي تركيبة المبني للمجهول.
verb to be في زمن الجملة والتصريف الثالث من الفعل الأساسي. تعالوا نطبق الكلام ده على المضارع البسيط وعلى الماضي البسيط مش أكتر من كده. لما يبقى عندي جملة بالشكل ده I love reading. يلا ابتدي اديكم عدد كويسة بالأمثلة. I love reading. أنا بحب القراية. طيب لما أقول I write stories. تعالوا نشوف كده. عايز ابني للمجهول الجملتين دول. I love reading. انا عشان ابني للمجهول ببتدي بالمفعول به الاول اللي هو reading. وبعدين وبحط verb to be في زمن الجملة. زمن الجملة دي مضارع بسيط. اهو مصدر الفعل اهو. يبقى reading is. لان verb to be في المضارع البسيط am و is و are. reading بتاخد is. سهلة؟ يبقى reading is. وبعدين loved. جبت منين loved دي؟ التصريف الثالث من الفعل الأساسي اللي هو love. سهلة؟ بصوا الجملة الثانية. I write stories. أبتدي بstories اللي هو المفعول به. مالها الstories دي؟ بتكتب مش كده؟ عايز verb to be من زمن الجملة اللي هو الماضي المضارع البسيط. يبقى stories are. لأن دول جمع ما تنسوش. stories are. التصريف الثالث ايه؟ written. stories are written. سهلة؟ verb to be في زمن الجملة والتصريف الثالث من الفعل الأصلي بتاعي. عايز بعد كده تحط بواسطة يبقى by me مثلا. بواسطتي أو بواسطة أي حد اللي هو الفاعل بتاعنا ده. كانت I فبقيت me. طيب مع الماضي بقى لما أقول مثلا كده لما أقول كده she wrote a book. هي كتبت كتاب ألفت كتاب. أو لما أقول they watched شاهدوا a movie اتفرجوا على فيلم. أعمل الكلام ده مبني للمجهول إزاي؟ ابتدي بالمفعول به بتاعك اللي انت عندك في الجملة وبعدين verb to be في زمن الجملة وبعدين التصريف الثالث. هنا عندي a book يبقى هو ده التصريف المفعول به a book. verb to be في زمن الجملة اللي هو ايه؟ اللي هو الماضي البسيط يبقى was. write الماضي منها wrote وتصريف الثالث منها written يبقى was written. عايز تضيف تكمل by her بواسطتها ماشي. طيب الجملة الثانية they watched a movie يبقى a movie. الموفي مفرد ولا جمع؟ الموفي مفرد. ما تغلطش او ما تغلطش بزي. زي مش هي اللي هتحدد لي الفعل بتاعي اجيبه مع المفرد ولا الجمع. انا عندي المفعول به هو اللي بديت به فالفعل بتاعي هيجي تبع المفعول به ده. يبقى a movie was watched. was اللي هو verb to be في زمن الجملة اللي هو ماضي بسيط مع فاعل او مع المفعول بتاعي مفرد movie واحد. يبقى was watched by them لو انت عايز تقول بواسطة by them. وصلت؟ يبقى انا كل اللي بعمله بعد ما بحط المفعول به بحط verb to be في زمن الجملة التصريف الثالث من الفعل الاساسي ويبقى كده المبني للمجهول خلص. لو ثبتت القاعدة دي وفهمتها كويس وطبقتها على كل الازمنة اللي انت تعرفها هتلاقيها بتنفع مع استثناءات بسيطة بس لما نبقى ناخد المبني للمجهول بالتفصيل هنفهم الحكاية دي مع بعض. دلوقتي انا كتبت لكم جملتين والجملتين دول هيبقى واجب صغير كده هتحله تحت الفيديو وانا هبقى اراجع الكومنتس واللي حله صح هبقى اعمله لايك عليه وممكن اناقشها معاكم في الفيديو اللي جاي وافهمكم الجملتين. انا كتبت جملتين سهلين قوي بس فيهم افكار او فيهم فكرة معينة عايزك تاخد بالك منها انا ما قلتهاش فلما تحلهم ولما تناقش فيهم هنتكلم في الفكرة. جملتين بتوعي بيقولوا we not in Cairo for 5 years now we live in Alex. والاختيارات live, lived, have lived, or living. She at home last week. Never, wasn't, didn't, isn't. سهلين جدا. وقف الفيديو وحلهم واكتب لي الكومنت في الكومنت تحت الحل بتاعهم ونبقى نشوف المرة الجاية حلهم هيبقى عامل ازاي. هناخد دلوقتي مع بعض used to. used to ده تعبير معناه اعتاد ان.
وزي ما قلت كده وانا بشرح بنستخدمه لما نعبر عن عادة في الماضي بطلت تحصل، وناخد بالنا كويس كده من اللي انا اقصده او من المعنى اللي انا اقصده. لما اقول الجملة زي كده I used to wake up early، يعني انا اعتدت ان اصحى بدري. لما تشوف جملة used to وتشوف هي جملة بالشكل ده used to بعدها مصدر، تعرفي ان معنى الجملة او المقصود من الجملة ان حاجة كان متعود انها تحصل ودلوقتي ما بتحصلش. ومهم قوي المعنى ده لانه بيغلطنا ساعات في حتة ان هو بيحصل دلوقتي او لا. زي برضو لما اقول مثلا she used to work here، اعتادت ان تعمل هنا، يبقى معنى كده هي لسه شغالة هنا دلوقتي؟ لا، هي خلاص كانت شغالة هنا وبطلت. في كلمات بتساوي used to، احنا لو فهمنا المعنى بتاع used to اللي هو اعتاد ان يفعل حاجة ودلوقتي بطل، ممكن نبدلها بكلمات تاني. زي لما نقول مثلا it was her habit، كانت من عادتها. كلمة habit يعني عادة. It was في الماضي her habit to work here، نفس المعنى هو. She was in the habit of working here، نفس المعنى برضو، هي كانت في العادة بتاعة العمل هنا. ركز بس في التركيبة، It was her habit to المصدر، She was in the habit of وبعدها ing، وهتلاقوا برضو حاجات كذا حاجة في المذكرة وكذا أمثلة على الموضوع ده. من الكلمات المهمة اللي بتدي نفس المعنى اللي هي no longer، لما أقول مثال زي ده I used to wake up early، أنا قلت لكم معناه إيه؟ كنت بتعود أصحى بدري ودلوقتي لأ. يبقى أنا ممكن أقول I no longer، no longer لوحدها معناها لم يعد، I no longer wake up early. إدت نفس المعنى ولا لأ؟ إدت نفس المعنى. ليه؟ لأن المعنى كان بيقول كان متعود زمان ودلوقتي لأ، فأنا دلوقتي بقول له I no longer. في واحدة برضو بتسويها نكتبها تحت، لما أقول I don't، منفي بقى، منفي في المضارع، wake up early anymore. anymore يعني بعد الآن أو خالص، يعني بطلت خلاص. I don't wake up early anymore معناها أنا كنت متعود أصحى بدري لكن في الوقت الحاضر لا خلاص. عشان كده نفيت بالمضارع I don't في الحاضر، أنا ما بعملش كده. anymore بعد الآن يعني خلاص بطلت خالص. فهمتوا حاجة؟ يبقى I no longer wake up early ده مثبت، وفي الما و no longer وبعدها مضارع عادي. I don't wake up ادي مضارع منفي، anymore، وكل التعبيرات اللي انا كتبتها دي بتساوي used to، يعني معناها اعتاد على حاجة في الماضي ودلوقتي بطل. هتلاقوا برضو امثلة وحاجات تاني موجودة في المذكرة اكتر، ابقوا اقروها. طيب ايه النفي بتاع used to؟ يعني انت used to بتقول اعتاد ان، طب انا عايز اقول ما كنتش متعود اعمل كده في الماضي. بص يا سيدي، used to اعتبرها فعل في الماضي البسيط عادي خالص. يبقى تنفيها ازاي؟ هتحط didn't وبعدين المصدر، هيبقى اسمها didn't use من غير الـ دي to. طب وبعدها ايه؟ بعدها مصدر الفعل برضو، يعني I didn't use to smoke، اهو عشان انا good boy وانت كمان good boy. I didn't use to smoke، انا لم اعتد على اني ادخن في الماضي خلاص. didn't use to، ما ننساش بعد didn't لازم مصدر الفعل هيجي use. she didn't use to work here، عكس الجملة اللي كتبناها، هي لم تعتد ان تعمل هنا. ماشي. طيب فاكرين اللي كانوا بيساوي used to؟ ممكن نستعملهم هنا، بس خدوا بالكم من المعنى. كانت no longer معناها ايه؟ انا لم اعد، صح؟ فمش هينفع استعملها وانا بنفي I didn't use to smoke، يبقى انت كده كده ما كنتش متعود، فما ينفعش تيجي دلوقتي تقول لي لم اعد ادخن، انت اصلا ما بتدخنش من زمان، احنا نستعوض على بعض. طيب امال ايه؟ في حاجات زي it was my habit، دي كانت من عادتي، ممكن اقول it was not، نافية اهي، my habit
to smoke. It wasn't my habit to smoke. فاكرين المثبت؟ It was my habit. لا, it wasn't. She wasn't in the habit. وخليت wasn't بدل was. In the habit of smoking. برافو عليك. اللي هي of we ing او الاسم. She wasn't in the habit of smoking. طيب لكن no longer واللي هو anymore مش هيدوا نفس المعنى, لان هما معناهم انا دلوقتي ما بعملش كده, وانا هنا عايز اقول لهم انا اصلا من زمان ما بعملش كده. خلاص كده يبقى ده اللي هو النفي بتاع used to. طيب فاضل حته ملحوظه صغيره على used to وهنبقى كده خلصنا كل الماضي البسيط. ناخد بالنا مع بعض ان used to دي كانت متكونه من فعل used, صح؟ فعل يوز لوحده كده من غير الصيغه دي معناه ايه؟ مش يوز معناه يستخدم. لازم نبقى عارفين ومفكرين المعنى ده. يوز معناه يستخدم. اذا انا لما اكتب جمله زي كده واقول the pen is used to write, معنى الجمله دي ايه؟ هل القلم اعتاد ان يكتب؟ لا, هنا معناها القلم يستخدم في الكتابة. ودي جملة مبنية للمجهول, عشان كده عملت is والتصريف الثالث. فاكرين مبني للمجهول يبقى is used to معناها يستخدم في. طب انا افرق ازاي ما بينهم؟ هتفرق ما بينهم بالمعنى مش بأي حاجة تاني. لو انت بتتكلم هنا عن حد كان متعود يعمل حاجة, تمام, ينفع تقول القلم كان متعود يكتب ودلوقتي لا. انا هنا بتكلم عن القلم يستخدم في الكتابة. مثال كمان لما اقول cars are used مثلا for transport, او خليها transports. ماشي, هنا انا برضو بقول العربيات تستخدم في المواصلات. استعملت ايه هنا؟ are لو verb to be عشان دي مبنية للمجهول, والcars جمع ويused. طب هنا ما حطيتش to, حطيت for. حلو جدا. ناخد بالنا يستخدم فيه ممكن تقول to والمصدر بعدها, او for والنون اسم, او اللي هو الفعل في ing. يبقى انا ممكن اقول for transport دي noun, تمام. ممكن اقول for writing بدل to write, ادت معايا نفس المعنى for writing. يبقى دي use اللي هي بمعنى يستخدم فيه, ما نتلخبطش فيها ونركز مع بعض. احنا اخدنا used to اعتاد ان, واخدنا يستخدم فيه اللي هي فعل use لوحدها, ودي تفهمها من سياق الجملة. فاضل عندي صيغة شبه دي ولكنها مش معناها يستخدم فيه. هترجعنا تاني لحتة اعتاد ان. انا بس قلت اقول لكم الحتة دي الاول عشان تاخدوا بالكم منها. تعالوا نكمل اعتاد ان. ايه الفرق عندي لما اقول used to smoke و is used to smoking؟ ايه الفرق؟ خد كده ثواني كده على 10 ثواني وفكر في الجملتين دول, حتى اقول لي بس ايه الفرق بينهم في الشكل او في التركيبة. اعتقد سهلة. اولا عندنا used to, لكن هنا is used to او verb to be وبعدين used to. كمان عندنا بعد used to هنا smoke اللي هو مصدر الفعل, وهنا عندنا smoking اللي هو فعل في ing او noun. ايه الاختلاف؟ بص يا سيدي, فاكر لما قلت لك على الصيغة الاولى دي اعتاد ان يفعل حاجة وخلاص ودلوقتي ما بيعملهاش في الحاضر؟ الصيغة الثانية بقى معناها بمعتاد على فين؟ في الحاضر. يبقى الاولى معتاد على حاجة في الماضي وبطل دلوقتي ما بيعملهاش. وانس انك حطيت لها verb to be في المضارع اللي هو am او is او are, وبعدين used to و ing او اسم, يبقى انت كده عملت الكلام ده معناه معتاد على فين؟ في الحاضر. بصوا الامثلة. لما اقول I am used to reading a lot, معناها ايه؟ انا متعود في الحاضر على القراءة. القراءة. طيب she is used to coffee. ايه coffee ده؟ ده مش فعل اصلا. بص ده اسم.
هي متعودة على القهوة. ناخد بالنا، يبقى مين اللي بيجي بعده اسم اللي هو verb to be وبعدين used to وبعدين now. طيب ده معناه ايه؟ معتاد على فين؟ في الحاضر. ممكن ابدل verb to be ده وممكن احط مكانه verb to get. يبقى she gets used to، اعتادت على في الحاضر، وكمل جملتي عادي جدا. طيب دي اللي احنا قلناها عليها امثله قبل كده اللي هو I used to، ودي مصدر wake up مثلا early. او لو عايز اعمل الجمله بتاعت القهوه يبقى she used في الماضي to drink، drink الفعل لازم احط فعل coffee. she used to drink a coffee، بس ايه الفرق في المعنى؟ ان هنا بطلت تشرب وان هنا ما زالت متعوده بتشرب قهوه. خلاص يبقى ما نتلخبطش ما بين is used to وبعدها اسم او فعل في ing بمعنى معتاد على الحاجه في الحاضر سواء is او am او are طبعا، وما بين يستخدم فيه لان لسه قايلها. هتفهم معنى الجمله وتشوف هل اللي بديت بيه الجمله ده اللي هو اي ولا شي ولا بن ولا غيره، هل هو الحاجه اللي متعوده تعمل ولا هو الحاجة اللي بتستخدم فيه؟ وعشان ده الفرق الأساسي. الفيديو بتاعنا كده طول، فخلينا نقفل الفيديو بتاعنا لحد هنا، وفي البارت اللي جاي إن شاء الله أو الجزء اللي جاي هنشرح مع بعض الماضي البسيط، هيكون حاجة صغيرة وبسيطة أسهل من ده بكتير، بس عشان ما يبقاش كتير مرة واحدة. لحد ساعتها ما تنساش تبقى تحل الأسئلة اللي احنا حطيناها في الفيديو وتجاوبها لي تحتها في الكومنتس. ولو انت مش مشترك في القناة لازم تشترك وتشغل الجرس علشان الفيديوهات الجديدة لما تنزل تتابعها. في برضو الجدول بتاع القناة موجود هنا على الكوميونيتي، ممكن تدخل تشوفه، وموجود على جروب التليجرام برضو. لو انت مش موجود في الجروب ده ادخل، بتنزل فيه اسئلة مهمة وهيستفاد منه جدا جدا. وكفاية كده، واشوفكم على خير المرة الجاية.